من اكتر الفقرات اللي انا بحبها جدا 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 الحقيقه الحاجات اللي هي الخاصه بالتجميل او بالشعر او بالبشره او بالحاجات دي، لان ما اعتقدش ان في ست في الدنيا كلها، ما يعني انا عن نفسي حتى لما ببقى قاعده والاقي حاجه خاصه بالشعر تلاقيني قاعده ايه متنحه فيها، لان طبعا احنا بنبقى خارجين من الصيف شعرنا من البول ومن البحر متدمر، بندخل على الشتاء بقى طبعا في جفاف والجو برد فما بنهتمش بشعرنا قوي. طيب احنا فقرتنا النهارده الحقيقه قلنا بقى نريح كل البنات والسيدات ويريحوا شعرهم خالص ويلبسوا ايه بواريك. طيب الحقيقه والواحد بيقعد كده زي ما انتم متعودين معانا ان احنا من خلال برنامج هو وهن احنا دايما بنحب نجيب لحضراتكم كل الناس المميزه في مجالها، فاحنا قاعدين بنتصفح كده الحقيقه لقينا حد شاطر مميز جدا الحقيقه عنده بواريك خطيره. هو مين؟ هو جون طلعت. هنتكلم معاه في حاجات كتير جدا. جون ازيك؟ عامل ايه؟ حضرتك عامل ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. جون طلعت طبعا متخصص في البواريك الحريمي. ابدا منين يا جون؟ ولا منين؟ خليني الاول ابدا، عايزه اعرف ايه الفرق ما بين او اعرف ازاي افرق ما بين ان الباروكه دي شعر طبيعي وان الباروكه دي شعر صناعي. الباروكه الشعر الطبيعي بتتصبغ، بتتعمل استشوار بيبي ديس، بتستحمل درجه حراره عاليه. بتتصبغ طبعا. وبتعمل فيها كل حاجه تخص الشعر. وبنهتم بيها زي الشعر الطبيعي. ونعمل لها حمام كريم وكل حاجه. كل حاجه. وتريتمنت. والله. اوكي. طيب زمان كان الناس برضو بتلبس بواريك على ايام الابيض واسود والحاجات دي، ايه اللي اختلف في البواريك من زمان لدلوقتي؟ دلوقتي في باروكه اللي هي البصمه اتش دي. دي مش بنحتاج نطلع حاجه من شعرنا. بتاخد نفس رسمه الراس بالظبط. دي زي اللي على الموديل؟ تمام. دي الاتش دي يا جماعه، دي اللي هي بتبقى واخده بصمه الراس، ما بتبقاش باينه في البواريك عندنا بيبقى ساعات اللي بيضايقني الحته اللي قدام دي. لا بتبقى واخده نفس الرسمه بتاعت الجبهه بالظبط. مش بنحتاج نطلع حاجه من شعرنا. بتتلمد الحصان، بتتلم كحكه، بتنزلي بيها بسيم بول اللي هو بنستخدمها في كل حاجه. يعني اعرف المها زي ما انت لاممها كده كل حاجه بتبقى سهله فيها. والمها دي الحصان والمها طفير يعني اكنها شعري. كانها شعرنا. ما بتختلفش حاجه خالص حتى في الشكل من قدام، من عند القوره من قدام. مش باينه اصلا خالص. ان هي باروكه. خالص خطيره. طيب اعتني بقى بالشعر ازاي؟ يعني خلاص انا جبت الباروكه وظبطتها وعلى راسي وعملتها الاتش دي او البصمه وبقينا زي الفل. انا اخد بالي بقى من الباروكه دي ازاي؟ يعني اشيلها ازاي؟ اشيلها في ناس بتشيلها في الدولاب، في ناس بتطبعها كده وتحطها في الدولاب. قول لي اعمل ايه؟ اتعامل مع الباروكه ازاي؟ اي حاجه الباروكه اهم حاجه تتشال علشان ما تبقاش الشعرايه التقصيفه بتاعتها تطلع وتبقى مكهربه. اهم حاجه تبقى جوه كيس قطن. كيس قطن؟ او معروضه على مانيكان. يعني زي المانيكانات اللي احنا دي نحطها عليها كده. طب معلش يعني ايه كيس قطن؟ كيس اللي هو بتاع الخدادية مثلا او المخدة؟ ده بيخلي الشعرايه طريه ما بيخليهاش تنشف. اوكي. ايه ده انا اول مره. لكن لو حاجه بلاستر اللي حطت في كيس بلاستيك او حاجه بلاستر بتخلي الشعرايه تتكهرب تبقى ناشفه. اوكي. طيب اما باجي بلبس الباروكه واحده مثلا شعرها سواء شعر طويل او قصير بيتلم مثلا كحكه ولا في بني ولا بسيق اعمل فيه ايه؟ يعني بنلم الشعرايه بس بنلف الشعر حوالين بعضه او بنلم دي الحصون ونعمل كحكه بتبقى في اخر الشعر من ورا. في ناس بشوفها كانت بتعمل، انا كنت زمان بصراحه بعمل كده، كنت بعمل طاقيه. دي برضو ممكن. ممكن صح؟ عشان ما تديش فوليوم في الباروكه. عشان ما تبقاش عاليه من ورا. تمام. اوكي. طب قول لي احنا معانا الموديل الجميله، طبعا انا برحب بيكي والباروكه عليكي خطيره يعني. قول لي بقى ممكن نعمل ايه؟ يعني ممكن يعني وريني مثلا حاجه احنا ممكن نلمها من الجنب. كده هي ملمومه من الجنب ومن هنا معمول ديفيرو. تمام. كده احنا مش مطلعين حاجه خالص من الشعرايه من شعرنا. اوكي. مش باينه خالص. بس ملمومه هي كحكه من ورا وممكن نلم دي الحصان. طب وانت بتعمل كده عايزه برضو اتكلم معاك، في بواريك بشوفها بتتلزق. احنا ممكن نلزق لو العميل المتاح عنده ان احنا نلزق، بس هو اللزق مضر. دي بنلزقها في حالات معينه. طب بتلزقها منين؟ من هنا من قدام من الجناب دي كلها؟ لا ولا بتتلزق من الجبهه من قدام. من قدام. يعني ما بتطلعش خالص؟ لا ما فيش حاجه ما بتتفكش خالص نهائي. بس ده متهيألي غلط برضه حتى الواحد يهوي بس شعره. دي بتبقى لحالات خاصه، حالات معينه، مش اي حاله ينفع تلزق. يعني طيب. لازم اساسا مضر للبشره. طب والكليبسات يعني كده الكليبسات افضل؟ الكليبسات او اللي هو المشط اللي بتبقى مشوط. اوكي. خطيره لما فكتها برضو. تصدق اما فكتها احلى؟ حلوه جدا. مش بنحتاج نطلع اي حاجه من الشعرايه خالص. انا عايزاك ابص. خطيره. بص على ال...
دي بقى يا جماعة يعني زي حالتي كده اللي شعرها بقى تهلك وسبغة وعمايل شعر كل يوم باروكة اللطيفة الجميلة، يعني مفيش الحقيقة أجمل منها، يعني لأن الواحد فعلا بيبقى ممكن برضو نلم ده الحصان. نلمها ده الحصان عادي جدا، اه عادي خالص، مفيش أي حاجة بتبان ولا بتطلع شعر اللي هو ولا اي حاجه من ولا مفيش. من تحت بتبقى طبيعيه جدا. اوكي، طب قول لي ايه البواريك الموضه دلوقتي؟ يعني شكل البواريك ايه؟ طويل قصير؟ الالوان الحاجات دي ايه؟ اللون بالنسبه على حسب ما العميل بيحب. اي لون بيتطلب بيبقى موجود، حتى لو مش موجود بنعمله. اوكي، بس انا واخده بالي من حاجه، ان انت بتحب تغمق هنا قوي علشان لا دي بنعمل كده علشان نخلي نوصل للباروكه ان هي تبقى طبيعيه جدا، ما تبانش نهائي ان لما تبقى فاتحه هتبقى باينه ان هتبقى باينه ان هي ويك. اوكي، بنغمق الجذور سنه على اساس ان هي الجذور مثلا ايه، كان شعر طول وصبغنا الجذور. طيب في تركه كده انت علمتهاني، ها فانا علمها لحبايبنا بتوع هو وهن، الفرق بتاع الباروكه. في ناس كتير ما كانتش تعرف، انا ما كنتش اعرف بصراحه المعلومه دي. تمام، الفرق ده بيبقى باين في الاتش دي بس. وفي البارو في الويج اللي هي الجلد، اللي هو الفرق يا جماعه اللي هو بتاع الراس الطبيعي اللي هو ده. تمام، ده بنعمل ايه بقى؟ قول للناس انت بقى، مش انا اللي هقول. ما هو كده كده بيبقى واضح في الباروكه، بس ده بيبقى واضح في الويج الاتش دي، وبيبقى واضح في الويج اللي ما بيبقاش واضح في الهندي، ولا بيبقى واضح في التقفيل المصري. لا انا قصدي مثلا لو احنا عايزين حتى نفتح شكل نفتح فروه الراس دي، ممكن بيبقى في تفتيح بيبقى في تفتيح بيبقى للارضيه بتاعه الويج الجذور بتاعتها او تصحيح. اكتر باروكه حد طلبها غريبه منك؟ كان في طلبات غريبه للبواريك؟ في بواريك بتبقى حد، في ناس بتطلب بواريك اللي هي بتبقى تقيله جدا، دي بتبقى فيك قوي بس بتبقى مطلوبه. هي الباروكه اللي هي الطبيعيه الناتورال بتبان من 230 جرام لحد 280. ما انا ده بقى اللي كنت عايز اساله لك، المفروض الباروكه الطبيعيه اللي هو يعني تبقى الدنيا تمام ماشيه فيها يبقى كام جرام؟ من 230 ل 280، بعد كده بتبقى اوفر، باينه ان هي باروكه خلاص. هو الاتش دي عموما بيبتدي من 200 لحد 280. وما تبقاش اعتقد طويله قوي عشان ما تبقاش برده باينه ان هي فيك، او ان هي شكلها باين ان هي باروكه. يبقى على حسب برده الشخص. وعايزه اقول لك على حاجه دلوقتي، يعني كانوا زمان على فكره بيلبسوا بواريك عادي، وكانوا بيقولوا ان هم لابسين بواريك، يعني انا كنت بشوف ميرفت امين ونجلاء فتحي عادي في الافلام طالعين ولابسين بواريك. لقيت بعد شويه لما في جيلنا احنا بيكسفوا يقولوا لابسين بواريك، دلوقتي لقيتهم ان هو لا والله انا لابسه باروك، يعني موضوع عادي يعني. لا الاغلبيه دلوقتي ما يعني، هي دلوقتي الباروكه بقت علاجيه، اللي هو بنلبس الباروكه علشان نعالج شعرنا. بالظبط، بنعمل تريتمنت لشعرنا، اذا كنا ماشيين مع دكتور بنعالج شعرنا. فده كله بيساعد ان احنا ولا نصبغ ولا اللون اللي احنا عايزينه بنعمله في الويج. ما بنحتاجش ان احنا نصبغ شعرنا، بنصبغ الويج اللي احنا عايزينه. مش كنت شويه نعمل بيبيليس وسشوار بتبقى كل حاجه في الباروكه. والمفروض نعمل الباروكه كم مره مثلا في الشهر؟ يعني عموما نعملها كم مره؟ هي مثلا مرتين. مرتين في الشهر؟ طول ما انت محافظه عليها وشايلها كويس، مش الباروكه مش مكلكعه في بعضها. تتعمل كل اسبوعين. طيب انا عايزاك مثلا تكلمني، دول اللي ناحيتي السوداء دي دي اتش دي صح؟ دي اتش دي. واللي ناحيتك دي اتش دي برضه؟ دي اتش دي برضه. بتقص بقى انت مثلا دوت الدي اتش دي ده بيتقص على نفس رسمه القوره. على نفس راس العميل نفسه يعني. على نفس رسمه الجبهه. لا بص تعالى كده شويه عشان نشوف. ايوه على نفس رسمه الجبهه. علشان لما الباروكه تنزل ما نطلعش حاجه من الشعر وتبقى باينه الباروكه ان هي طبيعيه. هي طبيعيه. مش هنحتاج نطلع جزء من شعرنا. بتاخد حراره عادي يعني نعملها بيبيليس؟ بتاخد حراره ليها درجات معينه. هي شعر طبيعي فلازم تاخد نفس الحراره. يعني عادي بس بقى. احنا بنقلل الحراره لسبب علشان احنا ما نخليش الباروكه يعني تتاذي بسرعه زي شعرنا. لو استخدمنا حراره كتير بيبوظ. طيب ما تمسك شيل باروكه، اي باروكه من دول مثلا، ورينا نغسلها ازاي، ورينا يعني نشيلها ازاي. الباروكه بتتحط كده على الحوض بتاع الغسيل. تمام. وبتتغسل كده على الوضع دوت علشان الباروكه ولا ما تشبكش ولا تكلكع. تمام، لان احنا لو مسكناها كده في الطبيعي عادي من غير ما لكان او ما اي حاجه هتقفش في هتقفش في بعضها. يعني الشعر مش واخد اتجاهه الطبيعي. بالظبط. بس فيعني بتحطها كده وتحط عليها الشامبو وعلى الميه كان حد بيغسل شعره عادي. اوكي، اكنها على حوض مثلا او حاجه. احنا بنتعامل معاها كاني بنتعامل مع شعرنا. طيب نشيلها ازاي يعني لو احنا ما عندناش الراس دي برده اللي هي المانيكان ده؟ دي بيبقى في كيس بيبقى قماش او قطن. طب انا ممكن اعلقها مثلا على شماعه او حاجه؟ اهم حاجه ما تكونش مكلكعه في بعضها. المهم تبقى مفروده بس كده.
اوكي. طيب النصيحه بقى اخيره كده لكل كلنا لابسين بواريك دلوقتي خلاص يا جماعه يعني، فنصيحه نعمل ايه يعني عشان الباروكه تقدر تعيش، لان برضو البواريك مش هنقول البواريك غاليه تمام، فعشان تقدر تكمل معايا. وقبل السؤال ده المفروض الباروكه تقعد معايا قد ايه؟ لا الباروكه بتقعد على حسب الاستخدام، زي شعرنا ممكن شعرنا يتاذي ويتقصف ويتقصب ونبتدي نقص فيه عشان الشعر اتاذى. الباروكه اول ما بنشتريها بنسبخها اللون اللي احنا عايزينه، ممكن نسبخها مره كمان، بس كتر الصبغه بتاذي الشعرايه، بتهلك الشعرايه طبعا زي الشعر الطبيعي. فهتلاقي الباروكه ما عاشتش. اوكي. وكل الباروكه ما تكونش مسبوغه خالص، اللي هو اللون الطبيعي بتاعتها، بتبقى في حاله جيده اكتر من اللي اتصبغ، اللي هو الاسود مثلا يعني. كل ما تبقى لونها الطبيعي يبقى ده افضل. تمام. الالوان اللي جماعه الفاتحه لازم نفتح الشعر خالص يعني، لو بلوند او حاجه لازم نفتح الشعر على حسب اللون اللي احنا عايزينه. اوكي. والله يا جو يعني انا زي ما انا قلت في البدايه، انا ببقى سعيده بالفقرات دي، احب البواريك واحب الاهتمام بالشعر. وبجد والله يا جماعه نصيحه مني يعني، نصيحه من واحده شعرها اتهلك خلاص، بجد البواريك هي افضل حاجه للبنت او للسيده نازله الجامعه، هتلبسي الباروكه على طول وتنزلي رايحه الشغل زي حالاتي، تلبسي الباروكه على طول وتنزلي. جون طلعت خبير بواريك حريمي، انا بشكرك شكرا جزيلا ونورتني وشرفتني، وكل سنة وانت طيب. معاك طيب.